77 سنة عندي هنا. 77 سنة. وهذا المرصة هنا راني أربعة الخطرات وأنا كنت تقلب فيها هنا. أه. والعمر باقي. وقالك حواديت هنا الداخل. إيه خلطت لينا في الليل، تقلبت في الليل تماك. سيد واحد اللي كان معايا تفرّه مات الله يرحمه مسكين عزري. الله. وأنا بقيت بالحياة لصقت في الجرف تم، فلوكا خرجت تما في الجراف شلخت موتور بقى تما في واحد الشق. تاع الصباح لقيناها القنبة ذاكي جينا نجبدو جبدنا الموتور بالقنبة. حنا دابا في 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 ذاكي. راه العمر باقي زايد أربعة الخطرات أنا في ذاكي. عندي دابا 76 سنة في لاكارت، لاكارت عندي هنا كل شيء فيها. الله يطول لك العمر. بغينا نسولوك على تكلم لينا على المرسى. المرسى سيدي دابا الله يجازيكم بخير، الله يكثر خيركم، الله يجعل ربي وجلالة الملك ينصرو ويزيد في مداتو. كنطلبوا شويه تعاونونا في هذا المرسى، راه حنا ضايعين بزاف، ما عندنا حتى شي استيفاد. لا عيشنا ولادنا من هذا الديكي، وكنخدموا شهرين في العام، شهرين في العام اللي كنخدموا في هذا المرسى. بالحساب دوكايا بعد هذا داكي نسدوا، كاين اللي مسكين يحرك فلوكه ويمشي يريح، كاين اللي مسكين يزرع يلدار. علاش من السبب تخدموا شهرين؟ ما دابا ما كاينش من ندخلوا، صافي البحر كاين. علاش؟ دونك كتخدموا الوقيته ديال كيكون البحر كالم صيف الصيفيه 7 و8. لا اللي يخرج كيهود الناس فيه، يهود اللي يهود الجديده يهود، صافي كاين اللي حط حل السلوكه ويزيد الصحراء ولاو كيف دار. ما عندكم مشكل هبط شويه؟ عندنا مشكل في هذا الشيء. عندكم مشكل ديال 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 المدخل؟ ديال المدخل، المدخل ديال الفلي. ديال الفلي. انتم قانونيين كتخلصوا المسائل ديالكم كلشي عندكم؟ ديالنا باوراقنا بذاكي، ما كاينش الفلوكه اللي ما عندهاش القانون ديالها، كنخلصوا القوانين كاين ذاكي. وحنا كنطلبوا من ربي وجلاله الملك والاسرى والناس اللي كيشهدوا علينا ينوبوا علينا يشوفوا فينا. ورحنا جا وقالوا المرسى واليوم وغدا واليوم غدا وشي حاجه ما كاينه. دونك هذا المطلب الوحيد ديالكم هو هنا واحد المرسى تكون اللي تكون فيها مجموعه ديال الناس ديال الفليك. شحال تقريبا ديال الفليك اللي عندكم هنا؟ فليك اسيدي غنقول لك 50 55 فلوكه، راه كانت شي 100 واش اللي كان. الناس كاين اللي باع كاين اللي دار صافي، دابا بقات شي 55 ولا 56 فلوكه. دابا هنا هاد المنطقه فيها الحوت. فيها الحوت كاين فيها الناس حريفيه يعني مهنيين. ساعه اللي نعنوا الحوت كيكون حنا دابا كنخرجوا. دابا الحوت دوكا طيح دوكا شويه 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 وصافي كانت معشو شويه، ولكن وقت الحوت دابا باش تصيد تدخل كانت عندك المرصه فين دير ما كاينش من دخل. ما عندكش من دخل. كتسد عليك صافي. ايه كتحول اما تمشي لاسيولا الجديده ولا اسيولا الجديد. المطلب الوحيد ديالكم؟ المطلب ديالكم كنطلبوا سيدي اللي ينوبوا علينا يشوفوا فينا الوجه الله في هذه المرصه. بنوا لكم مرصه. مرصه. دابا حنا راه حنا منها من كنعيشوا منها من كنديروا غنمشي والو، بلادنا هادي وهنا كنعيشوا فيها وما كاينش نحن ما كنستافدوا حتى شي حاجه في هادشي، ما كنستافدوش دوكا لا عندنا لا مارشي لا ذاكي لا شي حاجه في البيع. الحوت دوكا راه كنبيعوها كونترباند صافي، كنخرجوا واحد الفليك كنخرجوا نبيعوا بحال الناس اللي تخدموا شهرين وكتشوف حالك صافي نشوف حالنا صافي. هذا هو الشيء اللي كاين. عندنا طلب ديال الناس، راه حنا مكرفسين شويه ومكرفسينو بزاف، وهانتوما كتشوفوا في الحاله في كيفاش كنعيشوا في هاد البلاد في هاد المنطقه. يعني هاد الفلوكه كتعيشوا منه واحد ربعه ديال الناس، ثلاثه ديال الاسره او اربعه ديال الاسره. كل فلوكه؟ كل فلوكه. شحال من فلوكه تقريبا كاينه؟ كاينه شي 50 كان شي 70، ولكن بالملل ديال هاد المهنه وهاد الباب هنايا كاين الناس اللي باعات، كاين الناس اللي غيرات، كاينه بزاف د الحوايج. وهاد العائلات اللي ذكرت لكم سبقت ذكرت لكم هنايا يعني اللي كتعيش من هذه المنطقه، يعني المهم اليوم كنطالبوا في شي هنايا مريصه فين نعيشوا وما يبقاوش علينا الضغوطات شويه بزاف، وخاصنا مقر ديال البيع اولا بعدا ما كنستافدوش من ناحيه لاسينيس يعني لاسينيس، وما عندناش يعني احنا ولادنا ضايعين وحنا ضايعين، والوالدين ديالنا اللي ربونا وكبرونا في هذه المنطقه راه حتى هما كديركم مثال وعايشين واحد الحاله قاسيه. يعني بالنسبه للمنطقه هما اللي ها اللي مسيرينا، هما اللي مضاغطين علينا، هما اللي دايرين ان المرسى راه خارج سنوات ماشي هي خارج،
والميزانيه تعطات ديالها، ولكن هاد الناس ما بغاو يديروا معنا تحل. اليوم كنهاجروا كيدخل علينا الشتوى كنصدقوا مهاجرين، كتمشيو للصحراء، كنمشيو للصحراء كنقدروا نمشيو للمرسى، كنولوا عندنا الكرا مرسى ديال الجرف، الجرف اسفي يعني اي منطقه، ولكن بالنسبه للاستفاده راه ما عندناش. وانتم اليوم كتشوفوا هذه الحاله اللي كاينين فيها، هذايا كنعيشوا في هذه المنطقه، الله يجازيكم بخير لما تشوفوا من جهتنا، وكنطلبوا من سعاده سيدنا يدير لنا شي حل من قريب ان شاء الله. وراه البلاد راه هي مزينه، ولكن مالها راه ما مخسيريناش، هما اللي مكربسين علينا، هما اللي انتم ما بعطينا روسنا، البيبان مسدوده. يمكن لك تشوف فينا يا سعاده الجلال الملك، الله يخليك لينا، الله يجعل ربي هو يشافيك لينا. شحال تقريبا من فلوكه قلت لي؟ كاينه 51 دابا اللي كاينه رسميه. تقريبا شحال من واحد خدام في فلوكه؟ كاينين ما بين ثلاثه اربعه اللي نعم. كاينه في الفلوكه. وكل واحد وراه عائله تقريبا عنده 8 ولا 6 ولا. وكاينين الناس كيجيو كيدوروا معنا حتى هما هنا معيشين عائلات، يعني غير هنايا كيتعاونوا معنا. في الوالديه ما كاينش عندنا شي حاجه غير قانونيه. كل شيء قانوني. كل شيء قانوني بحد انا يعني عقلت على راسي. ما كاين على القانون. انا اللي كنهضر بصفاتي، في اول مره كتغادر تركب هذه المهنه جبت فلوكه اللي تبع بلا قانون ومشات ليا. هاد المدخل من هاد المدخل ها هو. هاد المدخل هذا كيبان لي صعيب بزاف، لان ماشي صعيب، راه صعيب وبزاف. كاين بزاف ديال الصخر. يعني حنا دابا حنا كنخدموا فيه غير 4 شهور 5 شهور، واللي تبقى كنخرجوا كنهاجروا البلاد. كنصدقوا كاين مصاريف ديال فين تحط دوزانك، ليسانس كناخذوه يعني بواحد الثمن ثاني اخر غير قانوني. كاين المصاريف ديال الدار على برا ديالك انت وهذوك الناس اللي خدامين معاك، كاينين المصاريف ديال ولادك اللي هما هنا مخليهم وكتخمم ليهم والديك، يعني ش بزاف الحالات حنا كنعيشوها. كرهونا هاد الناس يعني في هاد البلاد، يعني راه كرهونا بواحد المشقه ما نقدرش نقول نحتملها. هاد والو ما كاينش حاجه، ما كتدخلوا عادي من هنا من هاد الحجر كتحاول على راسك عادي كتغامر، كاين شحال باش ما توشيش ديك. اي الله تهرسات واحد الفلوكه غير مده ما كاينش حتى سيمانه دابا باش تهرسات بالحجر، يعني بالحجر. وشحال تاع الناس ضاعوا في هاد المريص، راه عائلات ضاعوا هنا وتشردوا هنا وماتوا وتشردوا وليداتهم وتكرفصوا. الحمد لله ولات الحمد لله دابا ولات التكنولوجيا متطوره، ولا شويه هي اللي فساس علينا شويه، يعني هي اللي شويه وليتي بغيتي تعرف شنو كدير وفي غادي تتحرك وفي غادي تحرك وغادي يعني ما كتشوف كل شيء على عينيك. يعني كانت في الاول كان غير بنادم غادي ماتيريال كيقدر يجيبو بجوج ملايين 3 ملايين 4 ملايين كيمشي يلوحو الغد ليه كيديه ليه البحر كيعاود ثاني من مده جديد، يعني ما عمره ما يكسب الصحه ولا يشوفها. المطالب ديالكم شنو هي؟ المطالب ديالنا حنا بغينا حيط وبغينا مقر ديالنا فين نبيعوا الحوت ديالنا مثلا المارشي، وشي ثاني حتى هاد الماكز ما يبقاوش يعني شي حاجه تغيير ثاني في الماكز. كتبغي دابا غير تهيئ المكازا ديالك، يعني فين كتحط حوايجك ها انت شوف دور تشابوله دور لي شوف يقدر لي يمشي لي 4 ملايين 5 ملايين ديال الماتيريال من لهنا، يعني نصبح لا شيء كنصبحوا لا شيء من هاد الناس. يعني انا بغيت نغير غير المحل ديالي نصوبه نصحه نحط حوايجي من وحدي.